بصوا هذا الكلام بالك تقولوا واش راني ناكل، راني ناكل في وصفه بنينه بزاف، صدقوني بنينه بزاف، ولازم تجيو صوفيا تاكلوها، اللي هي لحماجون. لحماجون هذا اون بات كما راكم تشوفوا رقيقه وفيها الداخل الحار مع الدوس شويه اللحم مفروم، ويطيبوها كما المسمن تاعنا وتاكلوها. حبيتكم اليوم تكتشفوا لحماجون في تركيا، هذا احلى محل واشهر محل يخدموا فيه لحماجون، يخدموا فيه كذلك خبز بنين وخفيف لرمضان. يلا تبعوني راح نشوفوا لحماجون في هذا المحل بنين بزاف. مشاهدينا الكرام كما راكم تشوفوا راني في محل هنا قديم ومشهور بأدنى كباب، هذه أدنى كباب اللي درت كامل تركيا وحوست عليها باش نشوف كيفاش دايره، وهكذا باش نجيب لكم الوصفه تاع هذه لانها بنينه بزاف. ولا زرتوا تركيا ما عليكم اذا تاكلوا أدنى كباب. راح نشوفوا مع بعض، انني ضمنيت واحد راني نستنى، ولكن راني حب نوض ونشوف كيفاش يخدموا أدنى كباب. يلا تفضلوا معايا راح نشوفوا كيف كيف. السلام عليكم شاف. مرحبا مرحبا، الله يسلمك. شكرا. مشاهدينا الكرام كما راكم تشوفوا هذا هو الشاف اللي حضر لكم أدنى كباب. أدنى كباب، أدنى كباب جزال، أدنى كباب شيء دانا 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 يابيروز دانا خزو بوشلو ve kuyruk. Bunları gece alıyoruz, hazırlıyoruz sabaha doğru. Onları güzelce karıştırıyoruz ve sabah gelip şişlere geçiriyoruz. تورينا كيفاش نديرو أدنى كباب؟ أدنى كباب شو شكل ده شيشليوروز. شويله سويمز alıyoruz. شويله. شوفوا بيدو يدير شويه تاع الماء باسكو هذا اللحم مفروم يلصق ويمشي في هذا السيخ، هذا السيخ طويل. شوفوا دير بيدو ويمشي اللحم المفروم تاعو. بوني تشند هذه هي أدنى كباب. بوني تشند birazcık pul biber, biraz da al biber, kırmızı biber var. biraz tuz var. acıdır hafiften. Aha. Acısız yani tatlıdır. Pek acı değil. Ya şu şekilde servis yapıyoruz. Hı hı. Atıyorum. Hatta hatta. Ya şöyle. Şufu hıla. Tayyip el cimara. Közünü. Bari tuz kol. Bunu tayyip buha. Yani müddet ben parçası kayık. Kon tayyipa. Uvajda. 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 في هذا المحل اللي راح يعجبكم بزاف بزاف. وهنا كما راكم تشوفوا الشيف باش يعني يقدموا هذا الصحن للمشتري تاعو، شوفوا طماطيش يقطعها على زوج ويحطها كذلك في السيخ الحار، ولكن في الفلفل الحلو كذلك يحطوا في هذا السيخ ويتحطوا يتشوى مع أدنى كباب. هذا باش كي يقدموا لك، يقدموا لك في الصحن مع هذا الطماطيش ويقدموه مع الحار. ان شاء الله تكونوا سبستوا مشاهدينا الكرام من هذا أدنى كباب، وصدقوني بزاف بنينه بزاف بنينه كما راكم تشوفوا هنايا، هاي قريب الطيب. شوفوا شوفوا هنا نطيبها يعني من الفوق، وراح نزيد نطيبوها من تحت. والفكره تبعوني تاع الطماطيش والحار اللي يديروا يتشوى روعه، راح يقدموا لكم مع أدنى كباب. وكما راكم تشوفوا هنا سلطة. سلطة، صوم. اها. وبرغل. برغل اللي كنا تكلمنا عليه، اللي يقولوا له احنا في الجزائر برغل، ما يقولوا له برغل. شوية تاع برغل، سلطة، بصل، وطماطيش تكون يعني مشوية مع الحار مشوي، وما ننساش ما ننساش دوك تشوفوا الحاجة الأساسية أنه يستعمل هذا الخبز كما راكم تشوفوا هنا. اللي راح يحط فيه أدنى كباب في هذا الخبز ويخدمه في هذا الصحن. تشكرات شاف، بارك الله فيك. شكرا. نتبعوا هنا شوفوا أدنى كباب كيفاش طيب. هاي ليك هنا امامكم ما شاء الله ما شاء الله. ولكن تشوفوا في حلو طماطيش راهم يتشواو.
اوكي خليها تطيب مليح. من بعد راح يحط هاد أدانا كباب هاد الخبز. كما راكم تشوفوا أدانا كباب راهو حاضر وواجد. كانت طريقة سهلة وكما راكم تشوفوا الشيف كيفاش دلس لنا هاد البلاطاعو. قلنا شوية بصل شوية سلاطة وعندنا أدانا كباب طيبناه على الجمر وكذلك شوية على الحار. هنا نقول لكم برك أن هنا في تركيا يعني أي طبق تحب يعني تأكله عندهم يعني كما نقولوا احنا في الجزائر الطبيعة أنه يشويوا الحار ويشويوا طماطيش ويحطوها يعني غارنيتور بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا هاي ليك. وكذلك هنايا ما تنساوش أنه هذا البرغل يعني في تركيا يقولوا له برغل برغل اللي هو البرغل في بلادنا هاوليت ياكلوه بزاف يعني يحطوه غارنيتور. كما نقولوا احنا في الجزائر بالك يحطوا لك شويه تاع الرز شويه تاع اللوبيا شويه تاع بطاطا هما كما راكم تشوفوا يحطوا البصل يحطوا سلاطه طرشي ولا حار يكون مشوي طماطيش. وعندنا كذلك هذا البرغل وعندنا كذلك هذه الوصفه اللي كنا حضرناها مع الشيف. راح نذوقوا أدانا كباب. شويه حار ولكن روعه مع هذا البرغل. قلنا شويه سلاطه شويه بصل طلع راح تجربوه هذا ذوقه وراح يعجبكم ان شاء الله. خلي غير نقول لكم صحه وراحه. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في حصتكم اصول الطبخ في تركيا. اليوم ان شاء الله راح نقدم لكم تحليه معروفه في تركيا وبنينه بزاف وسهله كذلك. التحليه نتاعنا اللي هي بسبوسه الذهبيه بالقشطه. تبعوا معايا المقادير وطريقه تحضير تاع هذه البسبوسه. هنا نروحوا خطوه خطوه هكذا باش تفهموا المقادير وطريقه التحضير. شوفوا هنا واش راح ندير. راح ناخذ هنا كسرونه راح نحط فيها نص لتر تاع حليب بهذه الطريقه. قلنا هنا نص لتر تاع الحليب نحط لها 3 مغارف كبار تاع الخل. وعندنا شويه فانيليا نحطهم فوق النار. قلنا هنا حطينا نص لتر تاع حليب وحطينا 3 مغارف كبار تاع الخل ومغرف صغيره تاع فانيليا. نحطهم فوق النار ونخليهم حتى تشوفوا الحليب تحل يعني الماء قعد وحده والحليب وحده. راح تحصلوا على هذا. دوك نشوفوا النتيجه. قلنا راح تحصلوا على هذا بعد ما تخليوه يغلي راح تشوفوا الحليب يروح وحده وتشوفوا الماء كذلك يطلع وحده. هذاك الوقت راح تصفيوه وتخليوه يبرد تماما. هاوليك هذا من جهه ومن جهه واحده اخرى. واش راح نديروا مشاهدينا الكرام؟ راح نحضروا كذلك كريمه. ناخذ كسرونه واحده اخرى نحط نص ريتله واحده اخرى تاع حليب نحط لها فانيليا ونحط لها 3 مغارف كبار تاع مايزينا. راح نخلطها. هكذا ونحطها فوق النار حتى تعقد. نعاود لكم بسرعه. قلنا الكسرونه الاولى حطينا نص لتر تاع حليب 3 مغارف تاع خل وشويه تاع فانيليا ونحطوهم حتى فوق النار حتى تشوفوا الحليب راح وحده والماء طلع وحده.
بعد راح نصفيوها وتحصلوا على هاد الكريمة هاي ليك. والكريمة الثانية قلنا حطينا نص لتر حليب، شوية تاع فانيليا، وثلاث مغارف كبار تاع المايزينا. راح نخلطهم هكذا، قلنا هذه نخليوها حتى تعقد، يعني تحصلوا على كريمة عاقدة. نروحوا درك للعجينة مشاهدينا الكرام، تبعوا معايا إن شاء الله. برك المرحلة الأولى فهمتوها، شوفوا واش راح ندير. راح ناخذ هذا البلندر هاوليك، راح نحط فيه، تبعوا معايا، راح نحط فيه السميد. هنا عندكم كاس وربع تاع السميد، كاس وربع تاع السميد، كاس تاع السكر، عندكم فانيليا، ونص كيس تاع خميرة كيميائية. هنا عندنا الكاس، قلنا كاس وربع تاع السميد، كاس سكر، نص كيس تاع لا ليفير شيميك ولا خميرة كيميائية، ومغرف كبيرة تاع فانيليا. هنا الكريمة تاعكم ما تنساوهاش، لا باش ما تلصقش هكذا. واش راح نزيدو؟ عندنا كاس تاع الزيت، راكم تشوفوا هنا استعملت زيت عادية. اللي راح نزيد لها، نعمر هذا الكاس بزيت بيستاش. هكذا بهذه الطريقة راح نزيدها هنا. هاي ليك، ونزيد زوج حبات بيض. شوفوا هنا، قلنا الكلمة تاعكم ما تنساوهاش، كل خطرة لازم تخلطوها. هذا بهذه الطريقة راح نخلط هاد المقادير كامل مع بعض. شوفوا هنا مشاهدينا الكرام، العجينة تاعنا راهي واجدة، وشوفوا الحليب اللي درناه مع الأول. قلت لكم نص ريتا تاع حليب، ثلاث مغارف تاع الخل، وشوية تاع فانيليا، تحصلوا على هذا الرايب.
هاد القشدة اللي رايحين تستعملوها في هاد الكيفية تاعنا هاي ليك. دونك هنا تخليوها تبرد تماما، من بعد رايحين تصفيوها، راك تشوفوا الماء وحده والقشدة هذيك وحدها، تصفيوها وتخليوها تبرد تماما، راح تتحصلوا على هذه هاي ليك. انا كنت وجدتها من قبل دابا باش نخليها تبرد هاي ليك. قلنا الكريمه الثانيه اللي فيها نص لتر تاع حليب، 3 مغارف كبار تاع مايزينا وشويه تاع فانيليا، نقعدوا نحركوا فوق النار حتى نشوفوها عقدت. شوفوا هنا بدات تعقد، هاي ليك. شوفوا الكريمة تاعي راهي عقدت، هاي ليك الكريمة تاعي، شوفوا هاي ليك عقدة. وهذه كذلك راح نخليها تبرد شوية، قفلها النار هكذا ونخليها تبرد. واش راح ناخذ؟ راح ناخذ انا هذا المول مونكي اللي فيه هاد السبته اللي دهنته بشويه تاع الزبده، نحط شوفوا هنا هكذا. واش راح نديرو درك؟ راح نحط، نقسم العجينة على اثنين، نحط الطبقة الأولى هكذا نمشيها، نزيد شوية هكذا نمشيوها مليح. وراح نطيب هاد الطبقة الأولى نص طياب ونخليها تحمار من التحت، شوفوا هكذا هكذا بهذه الطريقة. راح ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة، نخليها طيب من التحت ونعاود نخرجها باش نحط لها الكريمة. هنا إن شاء الله مشاهدينا الكرام راكم تبعوا فيها خطوة بخطوة باش تفهموا هذه الوصفة. لاباس نعاود لكم بسرعة، قلنا هنا عندكم نص لتر تاع حليب، 3 مغارف تاع الخل، شوية تاع فانيليا، تحطوها فوق النار حتى تشوفوها تشوف الحليب تاعكم غلا، تنحيوه وتصفيوه، راح تتحصلوا على هذه الكريمه، تخليوها تبرد. والطريقه الثانيه اللي هي كريمه، حطيت لكم هنا نص لتر تاع حليب، 3 مغارف كبار تاع مايزينا، شويه فانيليا، تقعدوا فوق النار حتى تتحصلوا على هذه الكريمه، تخليوها تبرد شويه هكذا. والعجينه كنا حطينا هنا في البلندر كما راكم تشوفوا كاس وربع تاع السكر تاع عفوا سميد يكون متوسط، كاس تاع السكر، وعندكم كذلك كاس تاع الزيت، وقلنا عندكم خميره كيميائيه، فانيليا وست حبات بيض. هنا واش راح ندير مشاهدينا الكرام؟ راح نرجع هذا البلندر تاعي لبلاصتو هكذا بهذه الطريقه، الطبقه الثانيه اللي بقات راح نزيد لها، شوفوا معايا هكذا، نزيد لها القشطة، علبة تاع قشطة شوفوا هنا
شوفوا راح نتحصلوا على هاد العجينة تكون يعني شوية جارية بهذه الطريقة اللي راح نحطها من بعد من الفوق باش تجيني سهلة. راح نحطها بجي هنا. شوفوا واش راح ندير، راح ناخذ هذه الكريمه، انتما في الدار خليوها تبرد، انتما قلنا لما تحضروا هذه الوصفه في الدار خليوها تبرد تماما باش تخلطوا لها هذه القشطه اللي كنا نحيناها من الحليب. نحطها هنا ونخلط بالخلاط الكهربائي. شوفوا معايا الكريمة اللي تحصلت عليها، وقلت لكم انتم في الدار خليوها تبرد تماما. هاي ليك الكريمة تاعي، قلنا راح نخليه باش هذا الكرام الطبقة السفلية اللي حطيناها في الفرن تاخذ اللون ذهبي. من بعد راح نخرجها، راح نزيد لها هاد الكريمة ونعاود نغطيها بهذه العجينه ونعاود ندخل كل شيء للفرن حتى نشوفوهم يعني طابوا مليح عفوا وخرجت يعني اللون الذهبي. من بعد راحين تكونوا انتم من قبل وجدتوا سير ولا قطر اللي فيه زوج كيسان سكر زوج كيسان ماء، وعندكم نصف بقره حطوه فوق النار حتى يعقد تماما باش كي تخرج الحلوه تاعنا رايحين نشربوها من الفوق. راح نستناو مشاهدينا الكرام الطبقه السفليه تاخذ اللون الذهبي، من بعد راح نشوفوا العمليه التاليه. راح نشوفوا هذه العمليه بعد هذا الفاصل. شوفوا مشاهدينا الكرام الكريمه تاعي قلت لكم تخليوها تبرد مليح، هاي ليك قد ما تبرد قد ما تشد روحها. هنا راني نوجد في السيرو تاعي راهو يطيب، نروحوا نجبدوا العجينه تاعنا. هاي ليك شوفوا خليوها طيب مليح، من بعد واش راح تديروا؟ راح نحط الكريمه تاعي من الفوق، هكذا بهذه الطريقه. شوفوا مشي كامل الكريمه تاعي فوق هذيك
العجينة اللي كنت طيبتها. هكذا. وش راح نزيد هنا؟ راح نزيد نحط هاد العجينة كذلك اللي كنت حطيت لها، علبة قلنا تاع قشطة. هادي لاحظوا برك درتها شوية سايلة، علاش؟ باش نقدر نمشيها من الفوق. شوفوا هنا درك نحط قلنا هاد العجينة من الفوق. هكذا نزيد شوية. هكذا هنا شوفوا مشاهدة الكرام، راح دوك نشعل الفرن من الفوق برك، لأنه من تحت راهي طايبة، شفتوها خدات هذاك اللون ذهبي. راح نزيد نشعلها من الفوق برك ونخليها طيب حتى تاخذ اللون ذهبي كما خذاتيه من التحت. من بعد راح نخرجها، السيرو تاعي يكون واجد. من بعد ما نخرجها راح نديبو ليها ونشربها ونزينها بشويه تاع الفستق. مشاهدة الكرام، راح نطيب انا هاد القشطه ولا البسبوسه تاعي الذهبيه وراح نشربها ونزينها، وراح نتلاقاو بعد هذا الفاصل وراح نشوفوا الشكل النهائي تاع هاد البسبوسه. خليكم بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، كما راكم تشوفوا الكيفيه تاع نهار اليوم راهي حاضره وجاهزه امامكم. بعد ما طيبوها وتاخذ هذاك اللون ذهبي، رايحين تشربوها بهذاك السيرو اللي كنتوا حضرتوه من قبل، تخلوها تشرب وتقطعوها بهذه الطريقه وزينوها بشويه تاع الفستق وتقدموها. ان شاء الله تكونوا خطيتوا كل المقادير وطريقه التحضير تاع هذه الكيفيه. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم وتهلاو في صحتكم. سلام.